عموما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم المصمم السعودي العالمي يحيى البشري، خصوصا بعد مشاركته الأخيرة في أسبوع الموضة في الرياض، والطريقة والرسائل اللي استخدمها في عروضه دائما ما تلفت الانتباه ولكل المهتمين في الجمال والموضة. خلونا نتكلم أكثر عن إطلاقه لمجموعة الجديدة في أسبوع الموضة في الرياض، ونرحب معنا عبر سكايب بالمصمم يحيى البشري. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ يحيى، نورتنا. يا هلا وسهلا، وبعدين شهدتوني للأكل دحين والحلا والشغلات هذه. خلاص هذا وقت الحين أستاذ يحيى، يعني الشتاء دخل فهذا وقته، يعني هلا بالحلا والكالوريز والسعرات. ولكن اليوم طبعا نبغى نتكلم عن عروضك خارج المملكة، ونتكلم عن مجموعتك يعني بالأخص اللي صارت هنا بالرياض. يعني احنا دائما لما نستضيفك أو لما نتكلم عن العروض اللي أقمتها خارج المملكة، لكن اليوم نبي نركز على العرض واللي كان بالرياض. كيف كان؟ والله أولا أبغى من البداية أشكر هيئة الأزياء وعلى نجاح النسخة الثانية لأسبوع الموضة في الرياض، والشكر أكيد لمهندس الرؤية إنه خلانا نحلم ان احنا نعمل شيء في بلدنا. ما كان في يوم من الايام اتوقع اني راح اعمل عرض ازياء في السعوديه. الفرصه جت وكانت يعني نقله جميله في حياتي. صحيح كانت عروضي كلها خارج البلد، وطبعا تعرفي في اسابيع الموضه العالميه عندهم سنوات من الخبره ومن اعتقد انه اسبوع الموضه في الرياض في سنتين اختصر كل هذا المسافه وعمل نجاحات باهرة. سعيد بإني قدمت هذا المجموعة اللي أنا كنت مهتم فيها بشكل أكبر من أي عرض قدمته في حياتي، بتفاصيلها، بإني أعمل شيء ربط بينها وبين حبي عودتي وإني أقدم عرض في الرياض. نعم جميل. طب خلينا نعرف أكثر، وش يعني لك الحب والحرية؟ كل شيء. اولا الحياه كلها، يعني احنا لما تصنع الازياء اذا ما صنعتها بحب وما كانت القطع انثويه لدرجه انك تشوف الجمال على المراه او على الرجل، فما كان معناته ما عندك حب مع المجموعه اللي تعملها. والحريه هي انه لما هي رمزيه بالمعنى، لو حتى ادخلتها في الحروف العربيه او ادخلتها في نقوش المستوحاه من السعوديه، لكن الدليل انه الانسان متى اخذ حريته، انا اتكلم الانسان المبدع او المبتكر، فحيكون اداؤه مبهر. فاكيد كان حلم في حياتي ان احنا اني اعمل حتى اصور تصوير في السعوديه ما كان موجود. كل هذا الشيء تحقق، فبالتالي هذه الحريه اللي جتنا في ان احنا نقدم فنوننا والقوه الناعمه المهمه للبلد خلت اولاد وبنات كثير يدخلوا في هذا المجال اللي كان او اصلا مرفوض من الاهالي. نعم، يعني اللي احنا شفناه في أسبوع الموضة في الرياض كان مبهر للأمانة، يعني ومشاركتك يعني بحد ذاتها أيضا إضافة جميلة جدا أستاذ يحيى. لذلك خلينا نتكلم عن الألوان واللي كانت حاضرة وبقوة، اللي هو طبعا كان اللون الأسود واللون الأبيض والرصاصي والأحمر والبنفسجي بالتحديد. فنبغى نتكلم عن فلسفة هذه الألوان، وهل هي تعتبر أو تعتبرها من الألوان الترند هذه السنة؟ لا شوفي، أنا لما صار أسبوع الموضة العام في الرياض كنت أتفرج على المشهد وقلت أكيد حشارك في المجموعة في النسخة الثانية، وسعدت باللي قدموه المصممين والمصممات في النسخة الأولى. فكرت مش شرط أني أتبع ترند، بس الأسود والأبيض والرصاص هي أساسية في كل خطوط الموضة. والبنفسجي كان هو الرمز مثلا السعودية، أنها بدأت تعمل اللون الخزامة، اللون البنفسجي الخزامة هو بنفس ما كانت تحديدا اني تابع خطوط موضه، خاصه انك لما تقدم الكوتور بعيد، يعني دائما خطوط الموضه تبين اكثر شيء باللبس الجاهز في الريدي تو وير، بس في الهوت كوتور فيه حريه واستقلاليه اكثر،
بتقدم ألوان، بس ركزت على الثلاثة الألوان الأسود والأبيض والرصاصي، وكانت تمثل حوالي 60% من مجموعتي. جميل. يعني حنا قاعدين بنشوف هنا على الشاشة بعض من تصاميمك الخاصة أستاذ يحيى، ونعرف أنه الفن هي لغة تواصل ثقافية عالمية. برأيك يعني كيف ممكن هذه القطع أنها توصل للعالم ثقافتنا؟ ما في شك أنه الآن عندنا كنوز كبيرة من التراث، من النقوش، من الزخارف، من يعني حتى من الآثار. والعالم كله يعرفوا متى تقدم لهم الصورة، يعني الناس يعرفوك بالصورة، يعني لو تكلمت كلام بدون صورة ما حد يفهمك. الموضة هي رسالة مهمة للعالم، يعني أعتقد أهم فنين هي الرسالة والرياضة اللي توصل للعالم بحب، لأنه كل الناس يتفقوا أو يختلفوا على أنها جميلة أو ما هي جميلة. نعم. لكن كيف تقدم النقوش وكيف تقدم الموروث بشكل معاصر؟ العالم يستنى. يعني لو جيت وسويت يعني نمطية اللي ما يسوونها في العالم، أو فما أضفت شيء، لكن لما تضيف شيء من تراثك وتقدمه للعالم يبدأوا يتساءلوا النقوش والأفكار والزخارف كيف أتت هذه، وتكون أنت نسخة مختلفة عن أي مصمم. بالتالي أكيد توصل للعالم، والعالم كله يتابع بشغف أي أفكار جديدة. نعم أكيد. بحيث أن تخاطب العالمية بالتكنيك وبالمعاصرة وبالقصات بالأقمشة المعاصرة، يعني لازم هذه نتفق أنه لازم تكون يعني ماشي مع الخط العالمي. نعم 100%. يعني جدا جميل اللي احنا شفناه، وايضا لفت انتباهي اللي هو حضور اكثر من 30 اسم سعودي وسعوديه موجودين في الفاشن ويك، وحضرتك يعني يمكن شفتهم وشفت اعمالهم وشفت تصاميمهم. يعني هذه المواهب الشابه اللي دخلت هذا المجال، وش 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 معناته؟ وش يعني لنا احنا كسعوديين اليوم؟ وش يعني لنا في او يعني لكم في عالم التصميم؟ ببساطه شديده قلت لك انا انه ما دام اخذ هذا الشاب او البنت الحريه، معناته تعرف انه صوتها مسموع وانه عندها قبول، معناته في اعتراف بهذا المهنه، معناته حتصير صناعه موضه، معناته حتنتقل للعالم، ويبدا العالم الباير العالمي اذا شافوا انه هذا الموهوبين عندهم افكار مختلفه يبدا شرائهم او يبدا التعاون معهم في مجالات عالميه. هذه رساله كبيره جدا، واعتقد انها بدايه صناعه موضه لو ركزنا على مهن الموضه وعملنا جيش يشتغل معانا في مهن الموضه الاكاديميه. وهذه اعتقد انها مفروض، اتوقع انه في استراتيجيات هيئه الازياء انها مطلب مهم، لانه مصمم بدون جيش معه يشتغل ما يمكن يعمل موضة. يعني مسيرتك في هذا المجال طويلة، وما شاء الله يعني زي ما يقولوا نار على علم، ومعروف دائما حبك ودعمك بأي شيء يخص هذا العالم، خصوصا المهنة المرتبطة بتصميم الأزياء. بعد هذا العرض الجميل أو فاشن ويك اللي طبعا صار في مدينة الرياض على مدار سنتين، يعني العام وهذه السنة ونجاح النسختين، فأنا ودي أسألك إيش هي تجهيزاتك للمرحلة القادمة؟ وإيش اللي ناوي عليه؟ إيش في مفاجآت تحب تقولها عبر برنامج سيدتي؟ أولاً شوفي، أنا وافقت إني أشارك في الأسبوع الموضة كمشارك مش منفرد لدعم أسبوع الموضة، وإعطائهم جزء من خبرتي اللي مرت علي في السنين كلها. شوفي، مصمم الأزياء زي الفلاح، يعني لما يحصد زرعه لازم يبدأ من جديد، يعني ينتهي الزرع وخلصنا. اليوم أنا هذا العرض ما انتبه له وأصبح شيء من الماضي. فكرتي الآن هي الكولكشن الجديد اللي راح أقدمه، فكأنه خلصت من مرحلة وأبدأ في مرحلة ثانية، وهذه حياة الموضة لأنها سريعة متجددة وتنتهي بسرعة. صحيح. أكيد نشكر وقتك ومداخلتك معنا اليوم أستاذ يحيى البشري، شكرا جزيلا لك.